لا بالنسبة لعمر أحلام، جت أحلام بنتي طبعا عندها 9 شهور، حصل انفصال. اتربت طبعا مع مين؟ معروف تلقائي كده قانونا إن الحضانة بتبقى مع الأم، فالأم طبعا هي اللي بتربي، والجدة اللي هي عمتي في الأساس، وكانت طبعا أنا أروح شوية، هي طبعا ما ينفعش طبعا، ما والدتها ربنا رزقها بابن الحلال واتجوزت، تمام؟ أنا كنت استنيتها اشوف بنتي وهي تشوفني، طبعا كانت لسه طفله ما تعرفش حاجه. نرجع بالايام شويه عشان ما نطولش عليكم، ونيجي لحد ما بدات احلام تخش سن الدراسه او سن التعليم. طبعا كنا احنا بنروح وبنيجي والكلام ده كله، بس طبعا ما فيش ود او ما فيش ان هي تيجي فتره طويله، يعني انتوا عارفين الحضانه مع الام وبيبقى الموضوع ده حساس شويه. فبدانا نتكلم ان هي ايه، بما انها كبرت وما بقتش محتاجه خدمه قوي لانها خلاص دخلت مرحله كويسه، فبدات تيجي تقعد معانا في البيت شويه، كل ده قبل اليوتيوب للعلم، يعني تيجي تقعد معانا مثلا اسبوع، 3 ايام، يومين، على حسب الايه الوقت. فضلت ماشيه الموضوع ده لفتره لحد طبعا ما بدات توصل لمرحله العصر. مش عايزه تمشي معانا يعني؟ اه يلا بقى قوم البس، يلا اسمع بس بس خلاص ما خليها على الاقل لو عايزه تروح. مش عايزه تمشي مع سنتك حتى؟ مش عايزه؟ يلا عشان ما تتاخرش. ده شكلها مصدقه. اتكلم انا ما بيسالش عليا خالص، ولا اكني اصلا انا موجوده ولا هو موجود، يعني هو عايش على الدنيا وانا حاسس ان انا مش اب ولا اي حاجه. ابويا خدي يعمل ايه؟ ماشي يا حبيبتي، ما دام انت مرتاحه مع امك ماشي، خليكي مرتاحه وابعت لك انا فلوس. هو الكلام ده عايش معايا، وفيلا وفلوس وشقه كبيره، ولا كني اصلا ليه بنت اسمها احلام. اهم حاجه عنده التانيين اللي هم انجي وايناس واروى واكرم، واللي هو جايبها جديده ديت ايتن. الخمسه دول اهم حاجه عندهم، وبنته الكبيره اللي هي اول فرحته ما بيسالش خالص ولا بيبقى. والله انا هبقى مشهوره جدا، انا وامي هنطلع وهنبقى احسن مني، وهبقى ليا قناه. بس يا جماعة أرجوكوا، لو أنتوا حطوا نفسكوا مكان بنتي، دي بنت بتشوف على اليوتيوب بتزعل، هي بتزعل اللي هو بيعمله اليوتيوب والفيلا والعربية وأحلى حاجة بيعملها ده فين.